فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو. مساء الخير لك زميلي أحمد، مساء الخير كذلك للكباتن هنالك في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأكارم، أينما كنتم وأينما كانت مواقعكم، هنا عبر قنوات بي إن سبورتس، حيث المباراة التي تلعب هنا بالنسبة لبطولة كأس العالم للأندية، مونديال الأندية، هنا في هذا المساء، في ليلة الختام، في هذه الليلة التي نتمنى أن تنتهي سعيدة بالنسبة لزعيم آسيا وكبيرها نادي الهلال في هذه المباراة التي يستقبل فيها نادي مونتيري المكسيكي، والأداء الكبير طبعا الذي حضر والذي نتمنى أن يستكمل في هذا الناس في حراسة المرمى. لدينا خوزي باسانتا، تبدأ المباراة في هذه جدا الذي قدم نادي الهلال السعودي. إدواردو يتقدم، لاعب البرازيلي إدواردو السوبر، لكن بعد ذلك أمامية، يا سلام يا سلام على كرة ملعوبة أمامية، عرض كروي يأتي منذ البداية، سالم وبالعرض على تلك المباراة أمامية من هذا المكان في الجهة اليمنى، لكن أمر طبيعي جدا حتى وإن تارى نادي ليفربول يحسب له ذلك. تصويبة اللاعب الإيطالي جوفينكو في الكرة الماضية، حاول تقدم صوب لكنها لم تكن، يتغير المسار، عادت مرة أخرى تبعد عن طريق الدفاع من ثم تصوب ولكنها إلى خارج أرضية الملعب عن طريق المتصاحب. أول هدف عربي أسيوي سعودي في بطولة كأس العالم للأندية من استاد سايتاما، يا سلام، الله 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 على كرة ملعوبة، هذا البريك، هذا بدون النظر لبريك مباشرة من الجهة اليمنى، الجناح الطائر تقدم، مر عبر في الكرة الماضية، لاحظ لاحظ، أوه 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 يا محمد، يا البريك في الكرة الماضية على ما أحشوار في هذه البطولة كما تعلم من خلال الحضور والتواجد. هنا الكرة ملعوبة إلى الأمام لبطل آسيا وبالنسبة لبطل أفريقيا وبالنسبة لبطل الكوبا ليبرتادوريس كالبطولة، مساحة 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 مساحة، ضرر قد يأتي، لا تصويبة، أوه على كرة مرت، على كرة تألق فيها المعيوف، تألق فيها المعيوف في المحاولة، وما قدم في بطولة دوري أبطال آسيا وما قدم من عرض كبير خطيرة. لا تزال الحديث عن آسيا، عن آسيا التي استعصت، عن آسيا التي تعندت في مباشرة مباشرة، فإن ذلك المدرب أو ذلك الثالث في بطولة كأس العالم للأندية. ملعوبة مكسيكية إلى الأمام، لكن أسماء يعني ومسألة الأسماء المتوفرة الحاضرة مسألة موجودة، وتصويبة من هذا المكان، يا جماعة مونتيري خطير، يا جماعة مونتيري خطير، الفريق المكسيكي خطير إلى حد علي، لكن 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 ينبغي أن تستفيد من هذه التلاعب البطولة دوري أبطال آسيا منذ أيام. كرة ملعوبة، تصويبة من هذا المكان علي، يجب أن نذكر خوزي تشو غوميز اللاعب الذي سجل يعني هدف، تأثر الفريق جدا لدرجة أن اتخذ قرار وهو في الجهة اليمنى، ترسل داخل المنطقة بالرأس، الله، المونديال يا إدواردو، نعم الهلال يسجل، الهلال يسجل هدف المباراة الأول، الهلال يأتي، يا هلال يا هلال يا هلال، سالم هنا على مستوى الصناعة في الكرة الماضية، وبعد ذلك كارلوس إدواردو من الجهة اليسرى، لعبت مرت ثم استقرت في الشباك يا عمر خريبين، يا هلال يا هلال يا هلال، ثم ماذا قد تبقى ليقال يا هلال أيها الإلهام والإقدام والسحر الحلال، الله 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 الله، كارلوس إدواردو هذا كل ما أراده. كرة ملعوبة هلالية، عرض هلالي، كرة هلالية بالرأس، أوه على إدواردو،
على إدواردو في الكرة الماضية. لاحظ هنا، تابع الكرة تغير مسارها يا إدواردو، كانت بحاجة إلى أن توضع في الشباك مباشرة، لكن يبدو أن إدواردو أرسل الكرة وهو مقمض العينين. من ديسمبر ولعبت المباراة الثانية بعد ذلك. عمر عمر عمر، الله يا عمر، عمر خريبين في الكرة الماضية، عمر أهدر فرصة العمر في الكرة الماضية، عمر أهدر فرصة العمر في الكرة الماضية، عليك أن تدرك ذلك يا عمر. رائع جدا علي البري، رائع أنت يا علي، بغض النظر عما حدث منذ سنوات وسنوات، كرة ملعوبة أمامية من هذا المكان، تصويبة لكنها سهلة. أعلم عزيز المتابع أن الهلال من المفترض أن يلعب في بطولة كأس العالم للأندية الكرام متابعين الأكارم أينما كنتم، هنا عبر قنوات بي إن سبورتس. صافرة حكم المباراة الدولي الروماني تطلق الآن هنا، يعني بإعلان بنهاية شوط المباراة الأول، وبالتالي عزيز المتابع بهدف للهلال على حساب مونتيري في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية. الكلمة تعود بالصوت، بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية أدت على منصة المتوجين في بالنسبة لهذه البطولة. الهلال جوفينكو يتقدم، يحاول لكن الدفاع يتدخل، الكثير من الأسماء هنا تتم إراحتها، خطيرة بالرأس، أوه على كرة مونتيري، على كرة مونتيري المكسيكي، لاحظوا لاحظ 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 لاحظ، أوه أوه على هذا، ذلك يملك ذات الرغبات ويملك عزيز المتابع ذات الوضع العربي الأهلي المصري. خطيرة خطيرة لبليهي، هذه ملعوبة إلى الأمام، المكسيكي ترسل الكرة إلى الأمام، أوه 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 يا ساتر يا ساتر، على كرة مرت، على كرة مرت، هذا قادم سباستيان جوفينكو، الله الله، عمر عمر يا عمر في ليلة العمر، السيد رازفان لوتسيسكو إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس تأتي لمقلبي بدون أهداف. أيضا دار مباراة أياكس وتشيلسي، كرة ملعوبة إلى الأمام، عبد هنا العرضية، مونتيري خطير يا سادة، مونتيري خطير يا سادة، مونتيري يسبب القلق يا سادة، مونتيري يأتي بالضربة يا سادة يا كرام، يسجل التعادل في هذه اللحظات لمصلحة الفريق المكسيكي. أوه على وضعية، على وضعية تأتي لم نكن نتمناها إطلاقا بالنسبة لهذه المباراة يا مونتيري. الفريق كان عازما على ذلك، الفريق بدأ شوط المباراة الثاني عازما على ذلك. لاحظوا 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 لاحظوا، الله الله الله، لا 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 لا، عمل كبير عمل كبير، يعطى حقه كاملا هذا الفريق، يعطى حقه كاملا هذا الفريق. لاحظوا 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 لاحظوا، الكرة لعبت وبالتالي كان من الصعب أن ترسل من هذا المكان، من الصعب أن ترسل، ارتاء أن يلعب الكرة كتمريرة للزميل القادم من الخلف، فعل ذلك مباشرة أتى الزميل وبالتالي أرسل الكرة في الشباك، يعلن عن هدف التعادل عند الهلال. الكرة ملعوبة من الجهة اليسرى، مونتيري أوه 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 على العرض المكسيكي، على الكرة المكسيكية المرعبة والمخيفة والممتعة كذلك في التوقيت ذاته، يسجل مونتيري هدف التقدم لمصلحة في هذه اللحظات، هنا في هذه اللحظات من هذه المباراة. يا جماعة لاحظوا العمل الكبير الذي يقدم هذا الفريق، لاحظوا العمل الكبير الذي يقدم مونتيري، أوه على مباراة أصبحت صعبة ومعقدة على الهلال، أصبحت صعبة ومعقدة على الهلال. لاحظوا الهجمة المرتدة، هكذا هكذا تلعب الهجمات المرتدة، وإلا فلا. لاحظ تابع تابع تابع، أوه 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 على خطأ كبير دفاعي هنا يرتكب من جانب الدفاع الهلالي، الدفاع الهلالي، وهدف يسجل في هذه اللحظات لمونتيري، هدف يسجل في هذه اللحظات لمونتيري. ينتظر الزميل عائدة كارلوس، تمريرة عرضية، غوميز، الله كبير آسيا يابا هنا في مسألة السقوط في هذه المباراة، نعم يابا في تيمبيا غوميز، نعم يابا في تيمبيا غوميز، عاد الهلال، عاد الهلال يا السادة، عاد الهلال وبالتالي سجل بافيتيمبي غوميز. لاحظوا الكرة، هتان بهبري، هتان بعد ذلك العودة إلى الإيطالي، بل هذا البرازيلي، من ثم الفرق، الله 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 الله،
يا أبا فيتام يا جوميز، ستتذكر هذا الهدف كثيرا، ستتذكر هذا الهدف كثيرا على مستوى المشوار الكروي. لعب في الكثير من المباريات وتواجد في الكثير من المحطات، لكن محطة